بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصلي شوار صوصي سيفر مي، وإن اجتمع أمران فخاف فوت أحدهما بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الآخر. أما قاعديك قشتي بيتدا دو عبادتك وابنوك كان كاتكي كم ترى ولا دس درجة تو بيجيب كي أو أيك كاتكي كم ترى وخريك ولا دس درجة أو أنجام بدأي أنجا أبي ترى أو لا يخوش ماله بعدار بقرة بيا بها مالي خو معنا أو أيك كاتكي خريك درجة تو بقرة جاري أو يترك هاتي معه كاتي معه تو أني بيك نمونة بيني نوع نيجي نيورد نكردوها باشا دقي مع برواو اشي تمسكو تو سيرغا خورغيرانك نيوركدك يا خورغيرانك اكي نيوركدك كذا خورغيرانك ساعات يكش برنامج يعني يعرف لي هكا باشا هر خوي اوجنبي هر كامي ام بيشخي نيورك شكا فرضه ابي كاتشيا سنه ابو شيبان عشان فرمي وإن لم يقرأ في كل ركعة من الخسوف إلا بأم القرآن أجزاه. فرمي قربيته لهم ركعتك تنهى فاتحة بخيانه نتوى عن القرآن يزور بخيانه وقرآن يتر بخيانه دروسا نيوجاكي دروسا تردى مذرم. ولا يجوز عندي تركها لمسافر ولا مقيم بإمام ومفرد. فرمون بيان باجني يترك بكري من نيوجا خور جيرا خد مان جيرا إمامت هيا إمام دنيا بتنياي بجماعتي لسفري لحضري بيك لها محالتك أنا. ولا أمر بصلاة جماعة في آية سواهما وآمر بالصلاة منفردين. سمد دوب أبدا الله بهيت شيء فرمان ناكم بنو يشكردن بوهر آياتي كتر كده وكو باس معنى كربايتون دوب ملرزو زوي الشق بردن ولافا وأنبابتان أوانا آيات يكن من فرمان ناكن بنيجي جماعة بوين باشا بلا ما فرمي وآمر بالصلاة منفردين بلا ما فرمانا كن بنيج شون منفردين يعني قراتو لافا بك هستا خوبتان يان يشبك ياخد بمالرزير وياخوبتان يان يشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي كان إذا فزعه أمر حزبه أمر فزع إلى الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هرشت أنا راح أجيب كذا أكثر أنا أبر بنيش. إكو أتوج ملر زين أنا راح تك أنا يشبك يا شمالني. بس منفرد نهى توبة جماعة. نهى توبة جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيتي بويا ليرا فرمي منفردين. فرمي كتاب الاستسقاء. كتاب الاستسقاء، استسقاء يعني طلب السقيا من الله عند أخوازي باران بارين. طبعا أصلا لا نيجي استسقاء قرآن وسنة وإجماع أمة الله جل جلاله وفرمي وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. موسى استسقائك وقومك داي باران بارينك. طبعا ما يتلى سبب نزولك يا هاتوا ك لمدينة وش كصالية الرواية وش كصالية الرواية ببرومية الرواية يهود أشن بصحابة كان لين وقتي خوية ما وش كصاليبان بسراهات وبأيمان بسراهات وداو ما نكردو إلا موسى ببارته ولا الله جل جلاله باراني ببارنه أو ما نبيبدأ أو يبي داعين يوش برندا على محمد كان أجر بيغمرة ما بيتم ببارته الله جل جلاله باران تام ببارنه أو الصحابة كان ين بولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوه يجرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي من خوم دعام كردو باران نباري شو كويستم طوال لو هو زانب كمو وتم اگر وشك صالي بيو بربو ميان نبي لا واز ابنو خلق شريان بونا كام جتوان مظالم بسر يانا بلا ما دام يونا راحت بون بي دعا كم باران باري فرمي دعا كدو باران باري يهوديش دم كدبو بلا ام خودي نباريني باران نكا خود دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم و أواتي سورة نوح وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا بس يتشبروا
دايلي خوش بون لالله كوب قرر روبو لاي دايلي بكا باران بو بارين بو تبار بلام توبيكي حقيقي ونكذبه بونا باري الله نوجه الاستسقاء واستسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شن جوري بو يك جور نبو لاني خلق وابزاني هر بن يوجه باران بو نخير شن جوري بو جوري يكم يان بن يوجه باران استسقاء بالصلاة بصلاة الاستسقاء أو يكم جوري أنبوا يأمرهم بالخروج لصلاة الاستسقاء دوميان الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر استسقاء على سر منبر لروج الجمعة هو جاءت وكد اشتكي كيب ولاي أفرم داوي باران بارين كبومان داوا كاو باري لصحيحين سيميان الاستسقاء جالسا في المسجد جاري كش هل مزجوت أو دانشتو لنا صحابة كاني إيه كيا لدشتكي كان وفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وش كصالي طني بيلشنين دعاء ما بوك باران بارين يكسر دس برزكاة ورقي بلا دعاءك وباران بارين والاستسقاء دبر الصلوات هاتوشا لدوين يجا كان كسلامة ديتو دعاي باريني باران بكي وباريتو أو شوار جورا شوار ياتو لا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ابن القيم لزاد المعاد أهمية هنا فرمي استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر ووعدهم الخروج يوما لصلاة الاستسقاء واستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد مستقبلا القبلة ورفع يديه واستسقى عند أحجار الزيت قريبا من زوراء وفرمي جالك جهر برقا يا روي لمنطقة زوراء منطقي زوراء لمدينة زانكو يكا باب السلام هي يسا لمدينة باب السلام هي هذا منطقي يكو مالي بردين وعو نوعي انتيا دانا او احجار الزيتي بيالا وقتي خوي ألي عبون برد الزيتي كان باشا ألا ويال او منطقي زوراء يسا تقريبا لتنشتي ومزقوتي عثماني كري عفاني ألا ويا استسقائي كردو رسول الله صلى الله عليه وسلم داوي باريني باراني كردو باريو او رجشي كوعديان فيها بش ندرون يجبارانا بكنوا لمصلاكي وبكر صديقها مزقوتي غمامة مزقوتي غمامة اللي بي استسقاءك ودي بارانا باري حال يكسر فالله وركدي السريانة باري بوينا يانا غمامة مزقوتي غمامة ياخد مصلاي غمامة ماشي بيالا كاتاوات شوار جار شوار جوري استسقاء داني كيشانا ببينج كالدرهو للا يحجار الزيد للزوراء او منطقي زوراء لا باب السلامي تدرو ببردو هركس تشوفه بمدينة زانة لما تشوين بباليا أما جوار كاني استسقاء بوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كدوتي هو كان كاني وشك صاليب يبارانيت شيء طبعا إجل فرمودا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسيك كلا صحينا توفرمي يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن أي جروبي مهاجرة كان بين شدها أجر تعقيب كرنا وبي ومن بناء أجرم بأ الله جل جلاله لويك إيو بي أم جنو بي تعقيب كرنا وواش أوان بي نكشتن بيش تعقيب كرنا بين شتقتين يا كميان لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا للاهر قوم يا كام زينة بأشكرا كرابي زينة بأشكرا كرابي وبانج شيء بو كرابي لكن على كان يعني إذا بو يكره خو لش فروشة كبانكا ولا تشان يان نايته تبو بيوندي أو تشان يان نايته تبو تشان كز عرضي بو كدي تشان كز يستويتي مراي لقالي وتن نايبين هاد لكان على كان بعشرة بو يكره ودي عيب والواسرة والوسر جدانا وملها كان وأو جندو من داني كدو يعني تو وهاي خوي هوارك لكل لساني خمار خوي هوارك عليه وبعشرة وارن زين أمكن هلا شو أنا كأني تري شو بويدن؟ هوا بعشرة هواري بوكريو، بيجي أنا وخط رقلامي بوكريو. فرمي إلا الله جل جلاله كوم الله نخوشي ودردو بلايان بو نيريه. كده باو باي بيراني أنا بوني نبو. أما يا كمية. دومي أنا فرمي. ولم ينقض المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. هركاتي لك يشانو بيوانيا خيانة يعني كده. قال يكتري عن بريبه إلا الله جل جلاله سزايدون بتي
بتنشتيك يا كميان وخذوا بالسنين يعني وش كصالي وكم بروبومي أما يا كميان دوميان وشدة المؤونة جيان تندي سيميشان خرابي ذا صلاة دارك يعني يلا قال يعني يا حالك وما نبي الناس ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا هركاتي كيش زكاتي مالكانيان يعني منع كرد بيو نيان دابي إلا الله جل جلاله باراني ليقرتونة ولا أسمانه باشا وأقر أجل كان نبونا باراني ينبونا باري باشا نفرمي ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم فرمي وهركاتي كيش بيماني الله ينش كان بيه وبيماني رسولك ينش كان بيه مدواني كان بيك ويهني إلا الله جل جلاله دجمنيك غير خواني بسر أزال كردون كأمان چند لداهات ولاتك يعني سفادا كان لو توزيك دجمنك بيانا خوي كدو دي بچمار بشو لنا وتو دات ووش هرواني سفادا خوي بيتا زياد بني باشا بهوي تي اوش كان دني عهدي الله ورسولك يعني دس بردان للتوحيد ودس بردان للسنة أم حديثة لبخارية هاتوا بابكي تشي بيا باشا يعني لا جيرت شبابك هنا باب انتقام الرب من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه أما بابك تيا باسي طولسي النوي بروردقار ليه كم لعبدكاني بروردقار طول لعبدكاني كاتو بتي بقحط وش كصالي بيا بربومي أوان أقر بيتو أوان محارم كاني الله بشكين حرام كلا كان ينجام بدن باسي قرشي وشي أشوف ينجدانا و الله جل جلاله لقرآن شاء ما جيب وداوة كأقر بيتو أهلي زيو أسمان كان صالح بن أو بركة زيو أسمان ينبوكات وقال طالح يجبن بخواردو كان ليقرته ولو أن أهل القرآن منوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولو أن أهل الكتاب يقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم آيات أجر أهلي أو زوية أو شارو ديانة هم يكسي صالحوا في أو شاقبونا إيماني أنا أبوه تقوى الله أنا أبوه أو دوانا بركتي زوية أسمان وان بسر الران لسلو خيانا وابو من دابران رزق روزي بيخون ولجير قد شان بوب عن درك ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون براموان إيمان وتقوى النبو بل خليكي فسق وفجور ومعاصي وكفر وشرك وانا بن ايه مش سزامان دا بچي بتاوانا كان يعني بما كان يكسي بتاوانا كان خويا و عمر كل خطاب لعلي شوات وكافر من ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بالتوبه يجب الله هذا انا بزي وبوي تاوانا ونبي وبرزج نبته بالتوبه نبي و إمام مجاهد لتفسيره وآتا كافر من إن الذين يكتمون ما أنزل الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لتفسيره وآتا قصي جوانك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فرمي البهائم تلعن عصاة بني آدم يقولون أجدبت الأرض بسببهم فرمي جاندارك وزندارك زوي لعنتك لا إنسان تاوان باركاني بني آدم الله يجب أن يكون صالب هو يوانا واحد يعني مجاعده يرى تواثر أما أسباب كان قحط بون وأجب ألقي بابة كان بو أفرمي قال الشافعي ويستسقي الإمام حيث يصلى العيد لكن يجي باران أكري لا مصلى أو شنين يجي ججني لأكري ويخرج متنظفا بالماء وما يقطع تغيير الرائحة من سواك وغيره وفي ثياب تواضع وفي استكانة وما أحببت للإمام من هذا أحببته للناس كافة أفرمي أو إمامي كدرأة يبون يجي باران دربة طازة خوش ورد بيبعه ميك وهرش تيبون برامينا خوشي لقطع كابكاري هنا بوكو سيواك وعترو هرش تيكتربه وجلو برقي اقل بركا جلو برقي تواضع بي جلو برقي بوز جلو برزي وانا نبه
و جلوبرجي استيكانه به ان تواضع به عفوا و باستيكانه و بشدره يعني بذليله و بو الله جل جلاله فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد اخذناهم بالسنين فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله جل جلاله فرمي ما مش كصاريما بسرا هنان اوان استكانه النبو والله ذليل ضربين النبو اجر بويان بويان توبام كرده وكشيمان بناته هلبته ما رزقار معنا كردن لو وش كصاليه افرمي اما كبو ايمان بيم خوشه بو خلق ايش بغشتي بيم خوشه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج في الجمعه والعيدين باحسن هيئه فرمي وجرا وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كدرت وبون يجي جمعه وبون يجي جشن كان شوني بجوان ترين وباشترين شكل شيء اما وروي أنه خرج في الاستسقاء متواضعا وبوش من جراوته كرسول الله صلى الله عليه وسلم درت شوبون يجي باران شون متواضعا بتواضع ويجلو برقي شوي شكلو شيوش. وأحسب الذي رواه قال متبذلا فرميه أويك جرابيتي يعني لخيال ما عشان في رحمة الله اللي بيه وفرمي فرميتي بو باريخ وزليل كردن وبو الله جل جلاله تبذل ويه متبذل وتبذل هنديك قالن بيجا صدقه كردو بو سنه صدقه شبكي كوي ادب كان استسقاء بريتي الله شي كم ين وكل حديث كان هاتوا التوبه والانابه الى الله اما كم اداب استسقاء توبه بكيتو بشيمان بتوب قريتو والله دوم ين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خرابة بهي شيء وبلاوبته تركدني أمر معروف نهي لمنكر تودس كي بأمر بتفاكو هذا غير خرابة بكي سيما يعني الأمر بالتقوى وموعظة الناس فرمام كي بخلكي ترتقواها بيو موعظة يمكي توامش قاري يمكي شو أرى ماداب إعداد يوم للخروج إلى الصلاة روج يقدياري كي كهر هم يدرج يوم روج هم يانا ماداب ندرج بينجم يان أفضل الأوقات أن يكون كوقت صلاة العيد. وش حديثي جيت يا على عيشة خاتون ويجرته. فرمي خرج الاستسقاء وقت صلاة العيد. ياخذ حين برزت الشمس. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتي درجوبون وجي استسقاء ككيبو كاتي درجوني خوربو. يعني كاتي إشراق شروق. أو كاتب 20 كاتب ونجي باران بارين. بس أمره ليرك أكلي أو زي ما يخان الدشت وعالمين وتلفزيون وشتين أما لا يخوب هين رشد ببيع الرياعي بو رشد إن جاء شي خانة عسل ونيورو ومعنى غوي باشرين واخد سنته أو كاتبه. أداب ششم الخروج بالتواضع والتبذل أو باس بانكرت بخوبة كم زانين وببوز ونشتدر وبجلو برقيكي متواضع. أدابي حوتم إخراج النساء والصبيان والضعفاء والشيوخ جنو منالو قورو بيرو بتشوك همي بين تدرو لا وازونا خوش وانا بوي خواب زي بيانا بيتو ابرو. هشتم ليس فيه آذان ولا إقامة بان قامت إنية الصلاة جامعة شينية. نويم استسقاء بدعاء صالحين الاستسقاء بدعاء الصالحين وكشان عمر كوري خطاب فرمي صحيح بخاري هاتوا كما مشركين كان ببلغه بوخوان بو توسل كتي بلغه لسريان حديث امام عمر كلا بخاري هاتوا فرمي ان كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا فرمي پروردگار من اما پیشوتر بر رسول الله صلى الله عليه وسلم اپارين اولاد باران من بو بارني كه خوي زينو يس خوي زينو نما و فنستسقيك بعم نبينا او ما ميتي زين ولنا وما نبو دعواك فيسقى انا زفرمي مثل باران ينبو بعدي يما خوي بلغي تشيت يا توسل بمردون هكري اقل بكرا يا عمر وازي لرسول الله انا صلى الله عليه وسلم بابو عباس وازينا يعني اذا بلغي ويت يا لو كيش برسول الله ما انكرت دروز بو تهزين نبو بس مردو دروزني حتى خوي ويت يا حديثك اخويا ويت يا
او چی کا به بلګه بوجي بو مردو خو بلګه لسری امي کا بلګه بو خو او قلب الادله او بشي انه بسر خو جار اصلا هر نه به تور به ما بکر بینه بو خو بس بلګه نیه بو خو تو سری کا چی اکن بزری ابو شرک بیننا امته طبعا هو بياني اخوانين بابي سدو ذرائع بابي زور قوري على دينا كاو درقاء شكين را يتر دين اقواري هر نامين هموش تيكي اللي لعبه هموش تيكي شي انرتنا جا ام احادثانو ام دليلانا ام دجالو دروزنانا بكاريان بو بابتا لري او نبي ناتواني الشرك بينا ناتواني باوليكاتو قبريك برستي الا لري موتواني لكاتك اما خوي بلقي اويا كنابتو مردوكا اگر پیغمبري خواش بي صلى الله عليه وسلم توسلي بيوكي بروبا مامي او بيكا زينو داو بي طالع مردوكا مشي خشيتي كي خوما شي خبرو يكا ولا توسلي بيوك بارخ قبركي او بودي داي بارغا اخو تو جي چدس ناگه اگر بو شبي اخو خوي رزقي داوي تو از اين شيخه پيداوي دبر ولا قيامت راسي كارساتا او كامرو خلقا ولا خلطي فيها او آداب كان استسقاء ابون ودان ابون باشان فصلي 439 قال احب ان يخرج بالصبيان ويتنظفون للاستسقاء وكبار النساء ومن لا هيئه لها منهن ديسان لراي امام الشافعي فانا باتو بالستري افرتا فرمي بيهم خوش من عركان دربشن وخوش يام باك كان وجا دربشن وافرتاني بتمن باشا بلا مواني هيئتي عني اواني هيئتي عن هي بهدر نجم يا اخوا اواني هيئتي عني اگر دربش ان خلق يبو نظر لو عند رچه يا تو شي تاوان بسريته بهوي پاک بونوت وباران بو بارته وزيله تاوان كي باران شي بو بار وصاله كي كرابت يا كلا برديان نو مزام زور كز لغا كپلي دسكتو شو بندو عم كان باران بار مسألت شعر صوت الله فرمي وأكره إخراج من خالف الإسلام للاستسقاء في موضع مستسقى في موضع مستسقى المسلمين وأمنعهم من ذلك وإن خرجوا متميزين لم أمنعهم من ذلك فرمي ومن بيام باجنية أو كساني كلسر إسلامن مخالف إسلام دين كتير دربتن لقال مسلمانانا بو نيجي باران بارين او ان لغلي انا بارين ودعاء بو عقوبه طالت يا قال غري او شافعيه وين ما بستي عزت اسلام بارزه سبينك ابراهيم مشرك بيه بلا لام ايش لغلت ادب بو باران بار يهوديه كبي نصرانيه كبي واب لا مش خو اندرش لولا با خو اندرش نله منعي عنك باشا متميزين يعني بجاء دول مسلمانان درجة لم أمنعهم من ذلك يا شمني بل أم لقى المسلمانان لو شوانيك أوان نيجباراناك رازينيم وأمنعهم من ذلك تقشتن ويأمر الإمام الناس قبل ذلك أن يصوموا ثلاثة إمام فرمانك أبا خلفيك سير رجها والبدان برجوب وكو سنة باشتري شبيخاتا سيانزوش هالدو بانزيبا ويخرجوا من المظالم ظلم يعني لك يكردوا قدني خواني بيع زاكن خروج لمظالم يا بجيرانوي حقك يا بجدنا زاي بيكردنا بودواني كان ويتقرب إلى الله بما استطاع من خير جا فرمان يعني بيبكات شنة واني تان خير بكن شاك بكن ويخرج بهم في اليوم الرابع إلى أوسع ما يجد لرجي شوارما بيان باتدر وبوفرا وانترين شوين وينادي الصلاة جامعة ثم يصلي بهم الإمام ركعتين كما يصلى في العيدين سواء. إنزا إمام بلي يا بانك بكر النبي أنا ورن كوب ابن وابن يجب زوا يتم لسنة يوما. بون يجي ورجلان ومان جيران كديما نهبو. إذ بو يتم لسنة يوم. ديار بقياسه كان. بقياسه يعني بلقي قياسه. فرمان جا امام دور كاتيان بوكا وكنيجي تشي وكنيجي جشن ويجهر فيها وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعلي انهم كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء ويصلون قبل الخطبه ويكبرون في الاستسقاء سبعا وخمسا
وعثمان بن عفان أنه كبر سبعا وخمسة، وعن ابن عباس إن أنه قال يكبر مثل صلاة العيدين سبعا وخمسة. أو بلقيبهم ينا أم بابا تاني فرمي بيوكن يجي ججن بيوايا أفرمي دور كاعتيان بوأكا قراءة بضاني برزخ يعني لرسول الله أبو من قرأت ولا أبو بكر وعمر وعلي وعثمان شو لا ابن عباس شو أرهم يعني جهر يعني بقراءة كردو نيج يعني كردو أنجا خطبة يعني دعوة ولا ركعتي كما حوض الله أكبر يعني كردو ولا ركعتي دو ميشاب ينجى الله أكبر يعني كردو عشان أمر خطبة كي نيجك عشان ديت سر خطبة كي شو أرسلت شو لدو قال ثم يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم فيخطب بعض الخطبة الآخرة. فالمئة يا كم خطبة هذا يا كم متاردة أنجا دانشت وزيك وكو دانشتني خطبة جمعة هلواندا ثم يقوم فيخطب بعض الخطبة الآخرة هلسيتو أوي كما ولا خطبة دوم أيدا باشا شون مستقبل الناس في الخطبتين لهردو خطبة كاروي لك لخلقي يكثر فيه فيهما الاستغفار لبي زور دا استغفارك أو فرمان جبوانا كان استغفارك ويقول كثيرا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وعتزور بخيانة تربة سريانة أنجا دواء تأسروا إلى وان بواء ثم يحول وجهه إلى القبلة أنجا دواء روكاة قبلة أما دعا كان وهيئتي خوش يقرأ إمامك أنجا روكاة قبلة ويحول رداءه فيجعله طرفه الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن وطرفه الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر جل كيها لجارته جل خلقيرانا وكدوش يوي هاتوا هراوا هلو جرابك وبيا بسر شانيا هاتو شخوار ويبكا بسر ويسر ويبكا بخوار ويوهلش جارده أمي شافعي ما بس يوانا أو تواتريني أنا بو تواضعو بو خوبا كمزاني بوش يوانا تقشن شون سما داكنم هل يجرمو انجا دواي امي بكا مسارو امي بيان مخوارو بس امزلا نابي بعبابي باشا عبايا وسابه هردو شيوا واكرا مقر قولي هبوا الخويبة طبيعي وين اللي يكرا باشا باشا نفرمي وان حوله ولم ينكسه أجزأه أجر بس هل يجرته سر خواري نكاته كيشيني تقش له كواته هردو هي أكدروسا هردو هي أكدروسا مويم ويا هل جرته ولا سر شيء وأساقي خوين به وإن كان عليه ساج جعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن وما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر ويفعل الناس مثل ذلك هبوا وسا وشي هبوا إسا لبري وقوش إيشتي كي بيواكن إيشتي كاوا علي باتي كاوا قلوانيه كيشتي كي بيواء إسا آواي كان مساقفون وجوان كاريشتي أنت يعقدو أو ساوكو بلق بوش وربوتو فرمي كواي ليه كرد أوي لاي راز بينه بو تشبو أوي تشب بينه تلاي راز كهالي جرايو أو وقت عكس بيتو لاي راز بيبا تشبو لاي تشب بيبا راز أو إشتي بابلين كباسي كر ساج وما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر ويفعل الناس مثل ذلك يستا ويفعل الناس مثل ذلك تيا ما بس تيا يعني أجر إمامك بس سر خواري كذب وإيش بس سر خواري كان أجر هل شيء جرابه هل شيء جرنو أجر سر خواره هل جرانه أبو سر خواره هل جرانه وش يبكن أجر ساجك شيء قاري أبو ساجك شيء قارن يعني هذا هو يبقى إمامك كان إمام شون أبو آوى ويفعل الناس مثل ذلك وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعلها أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجي كردوه باران بارين أما يكي كان كبوما جرى وتوفر ملكات دعاك خميصيك رشي لسر بشان بشان أبو خميصيك رش عباء خميصة بلام خميصة يروى مكانه وساخوارا كان قرصة كرد وياها ركب وسيلة بريا خوارا كان قرصة كرد أبو الشيوية وهيان بو هر يروى مكان بو بلام يمنين بو يمني بو أبو الشامي سلوى قرصة كرد يخا كيستور بو
أنا سكري مالك في المية خكير عنك يشاء أستور الركب عزيتي ملي رسول الله إذا أبو صلى الله عليه وسلم أعرابي كدشتك كرايك فرمي وكاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستي خميسك واليك أبا لم لبرو يقرزبو خواركي نيتواني بيانتو سروا بس علي جرايو تيغن سو نيتواني أمي بكاب سروي يري بكاب خواروي بس خوي لجي خوي أهل جرايو يعيو بسرشاني أو يكدو هاتو شالي جرايو دو يعني خواروي كدو بسرو سروي كدو بخوارو عجاتو قال ويدعو سرا ويدعو الناس معه ويكون من دعائهم فرمي أو بنهيني دعاي خويك يعني يسد دعاكاني بضني برزنيا وخلكيش لقال يا بنهيني دعاي خويك حال هيتش نزاني للدعاء ربنا اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين حال هيتش نزاني وديرات واني بلي رول قارن باران مع بوب بارينو نا أميد مان مكا لرحمة إخوته لباراني رحمة إخوته بكرديش بيلي أبي كدعينا ونجنيه دروي خطبه بلعم دعاكي سنة أما به اللهم أنت أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك أي برورد قارن توفرماني بيكر دوين ليت بارينو وبليني شداء ولا من بيتو لكوية لقرآن أدعوني أستجيب لكم بارينو لم ولم تانيمو فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا أو إما فرمانك تو من جيب جيكر دوين ليت بارينو توش بلينكت لسر من جيب جيبك وكتشون بلنت بيداعي اللهم فمنن علينا بمغفرتي ما قارفنا يبرورد قارمان من أدبرجنا بسلمانا ليمان خوش ببا لو تاوانعني كأنجامان داو ما قارفنا ما بس يو سنورانيك بزان دومانا وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا وداواد لكن ولام من بيتوا لا أم داخوازي باران بارينا ورزق روزي من فراوان أم دودي ريهنا ثم يدعو ويدعون بما شاء من دين ودنيا ويبدأون ويبدأ الإمام بالاستغفار ويفصل به كلامه ويختم به فرمي أن جاء دعاك إمامك أواني جب دعاء خوانك حرشو نبيانا بودين ودنيا و كإمام دسي بيكرا وان دسيش بيكا لبيني هم دعاء كان يانا استغفارا كان لبيني شان دعاء كان استغفار كي باشترا انجا دس كي توبة دعاء استغفار كي دس كي توبة دعاء أفرمي وكوتا دعاء كان يشان هذا كان بشي هل باستغفار استغفار كان زور كان لأنك أخواليت خوش بطاو باشا او يتر بخوي رزامندية وبدسيني رزامندية ويش لدنيا ولقيامتا قوريا ثم يقبل على الناس بوجهه فيحضهم على طاعة ربهم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويقرأ آياتنا وآياتين ويقول استغفر الله لي ولكم أنجا دعاء روكاتوا إمامك متى أسأل دعاء كان أروي لك ويلو ديو جلك أشياء الجراواتو روكاتوا أوان خلقك أنجا فرمان ينبيك أي طاعي الله كان فرمان كان نشكي أن دعاء صلوات لسر رسول الله دا صلى الله عليه وسلم دعاك أبو إيمان داران نير وميان وآياتك ياتشان آياتك أخبيني ودعاء دعوا إلى خوش من بوهر دولاك ثم ينزل فإن سقاهم الله وإلا عادوا من الغد للصلاة والاستسقاء حتى يسقيهم الله دعاوا ديان أخواره أقل لي باراني أن بوباري وروجة باشا أقل نباري بوباني جبه برونو نباري بودوباني جبه برونو عواها طبيعتين يجي باران بوه لسردمي خليفة كانت چل جار درچون بوني جي باران چل روج لسر يقدرچون أنجا باريو وإذا حولوا أرضيتهم أقروها محولة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوها فالمكز لكان ينهل جرايوا هروق خيه النوب هل جراوي حتى أو كاتي كي تربيز لكان ينداكن أو كاتا داكنو دعا قل بري عن كذا ولا هل جراي درجة وإن كانت ناحية جدبة وأخرى خصبة فحسن أن يستسقي أهل الخصبة لأهل الجدبة وللمسلمين ويسأل الله الزيادة للمخصبين فإنما عند الله واسع فلما قالاتو شوينك دو بربو بارك يانك يشين أبو باران هبو وصور حسيها أبو هاموشي يو بارك يانك يشيبو فلما واباشترا أوانيش كبروبو مباران يعني هي بين دارو بار دعاب كان بو ماني ترجو كبرانا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه
بين درو رجال أنا وإنش بارن ودعاء بوب كان الله جل جلاله باران يعني ببارنه ولا بيا دعاء كان بوخوش يعني كأو برو بمرض خروز يعني هرب من الرسول يعني وزيادة لك كاتبوا أنا جل سنة بين درو ويستسقي حيث لا يجمع من بادية وقرية ويفعله المسافرون لأنه سنة وليس بإحالة فرض ويفعلون مثل ما يفعل أهل الأمصار من الصلاة والخطبة أفرمي ولا هرج جايك شايستي بك جمعيت يا بكري أو أنا توانن شيب كان نيجي باران باريم كان يترقى أهل بادية بني أخذ قرية يعني ديك كجمعيت يا دشتك كدوار نشينو جمعة يعني وش بلقي بوي لدشتا جمعة كريك يا شيني وأفرمي أجر مسافر يجبون هرتوان بيكن لبروي السنة وفرضني ليش حالتك وليس بحالة فرض ليش حالتك فرضني وفرمي أجر لا ديهاتابون أجر لا دشتابون أجر مسافيربون هاوشيوي أوانا نيجي باران بارين كان كاتشين كلا شارا ولا ما دبونا نيجكا كانوا خطبك جدا ويجزئ أن يستسقي الإمام بغير صلاة وخلف صلواته أما نيجكا نترى سلي رباسي أو نيجا باراني كلك بجماعتك ليه ودعاء باران بارين كلك بجماعتك ليه أفرمي وأشتوان ريه وإمامة لن يجي جمعة بخوي لسن من بردس برسكات ودعاء بكاب وباران بارين طبعا بس لدعاء باران بارين دروسة لسن من برد لن يجي جمعة دس برسكات لبر حديثك صحيح بخاري أفرمي نسي كوري مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن من برد بجمعة ببارانية أفرمي دشتكيك خوي كربا جورا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال هلكت المواشي همو ضغلو دانو همو مارو مالات من بهلاك شو نما ادعو الله أن يسقينا دعوك لا الله جل جلاله بعلان من باب بعلان أنا سيكوري مالك فرمي سويا بخواسيري عسمان معنا كري يك بالا هوري بيوانا هتاوي كتوخ فرمي بيني من هوركان هاتن لشوان دوري كيوكاني مدينو كوبونو بعلان دسي كربا باري باري هتا جمعي دا هاتو لسر من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمي حد نهات اخوار سن بركه باران باري او بريش نهات اخوارو زناش لا جمعي كرت يعني جمعه جمعناك فلمي دواتر لجمعي ده هات وهر باران باري كبره هات خو غير بجور حديثا هاي كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دعابك او باران بوسيت وبخو خريك مشتاق ما تياج زور باري فلمي دسي برس كده فلمي اللهم حوالينا لا علينا الى الاوديه والاكام دسي برسك دو فرمي برو الجارمان دسي برسك دو لارد وحالة قاويت يعني لسر من برد دسي برسك دو تو لتشوار دور من بيبار يعني لسر خو من لايب لا شي ودولو كيو كان بو يكو بيتو اسفادي لبكن لبير ووشتان ابا كاريبين بويا اما يكي قال شي وكان انجالي رجا فرمي شي ويجزي وان يستسقي الامام بغير صلاة بين يجيش لخد بشانا هربو خويا دانش دول لمزقوتا با دعاي كباران بارين كم يو امين ياخذ له دروي لقلك وما له بريا رون بريا هسه كان حالتي كيمانية وشابولي رحمتي الله رويت يكردون بعد دعابكين بو باران بارينك الدعاء مطلقا دروسك اي كانت وباري وكشون رسول الله صلى الله عليه وسلم لزورا دعاك يكردون باش انا فرمي وخلف صلواته لدوين يجكاني شي ابي جوكو ابن قيم جوزي لزاد المعاده يرد ابو شيوه نيجي كردو باش انا فرمي باب الدعاء في الاستسقاء فنم بابك بس يجيب وكم دعاء كردن ليس استسقاء. قال الشافعي وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني خالد بن رباح عن المطلب ابن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجيب بارانا ككبرتي باران بارين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب أفرد قارن بارانا كباهي رحمة به عذاب نبي شو قوم يجيبا أو باران عذاب دراون لنا براون ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق محق يعني رزق الرزي بصريتوا سواري نهيالي أمو دغلو دان بري ولا ناوي بري هذا محيقة بركته يعني لا عدش أصريتوا بركتك نبي ببلاب ومانو نبي تماي هدم روخان دني مالو خالو أوانا ولا غرق خلقش غلق غرق نبيتها اللهم على الضراب ومنابت الشجر ضراب دشت ودرو وكي وكانو دولو شي وكانكا درختي تياروي ودانوي الله شي تياروي اللهم حوالينا ولا علينا
بالت شوار دور من بلا سرخو معنا به. وروي عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم كري عبد الله كري عمراوه، يعني سالم لباوكيو كعبد الله أوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ولا نشكو إلا إليك، اللهم انبت لنا الزرع وادري لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. قال الشافعي فأحب أن يفعل هذا كله ولا وقت في دعاء ولا وقت في الدعاء لا يجوز لا يجاوز. شافعي فلم تنفوش أم دعانك دعاء كان معنا غائرنا وداء باران أو لا بردني أو مشك صالية لسريعا بركتك يتزرعات مرمالات وأوانيها متيايا. باب دوام فرمي باب تارك الصلاة إن شاء الله درسي ذات باسيك والحمد لله رب العالمين.